أربعة. أول شيء الشباب في 12 موقوف موجودين داخل السكن، على ال 12 في 11 موجودين جوا، في واحد راح على المستشفى يلي هو عم يتقطع براسه. 12 شخص موجودين أسماءهم، في محامين بيعطوكم أسماءهم، عم يتعاملوا تعامل جيد، ونحن كشفنا وزرناهم وفت شخصيا لعنده. هلا الوضع القانوني والقضائي هو التالي، في إشارة من النيابة العامة التمييزية بهيدا الوقت في عنا إجراءات لازم تتم، هيدي الإجراءات عم يتم هلا بشكل واضح أي بمحاضر، فهيدا عم يتم كمان بالشكل التالي: واحد إفادة كل موقوف، وكل موقوف عم يعطى هذا الحق. أنا ليه جيت لهون؟ واسمعوني منيح. أول شيء لأن عندما يكون هناك في محامي ومعه بطاقة، ما في ولا مطرح بيكون مسكر عليه. ثاني أمر نحن بنطلب المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية يلي هي بتعطي كل موقوف حقوق فورية بالتواصل مع أهل أو محامي أو تصريح، وأكثر من ذلك المادة 47 بتقدر تساعد بشكل كتير واضح برؤية هذا الشخص. هذه المادة بنى تطبيقها وحسن تطبيقها هو حق للموقوف. ثلاثة أو رابعة ونهائية، خلينا نتفق على شغلي، كل شخص موقوف بدنا نعرف اسمه وصحته ويعني وضعه، وأكيد بالتأكيد موجود أو غير موجود. هودي هني نحن كمحامين لح نحرص عليهم، وبالتالي هيدا يلي بقدر لكم إياه بتعرفوا كتير منيح، نحن بالنسبة لنا حاملين راية حماية الحقوق وهذا أمر أساسي عندنا. شكرا. لحظة أنت بيطلعوا. أنا ما في معوني منيح. معوه بالبيت. اسمعوني منيح، أنا جاي لأن أنا بحمل حقوق، أنا جاي ما جاي أنا لا لوعي أو لنيم أو لما بعرف شو. تكرم عينكم لعبوله، نحن بحاجة لحسن تطبيق القوانين، هيدا يلي أنا بقدر أفرضه، أما أي أمر آخر فهو ليس على اليوم على مدخل سكني بقدر أقوله، إنما هيدا بيصير من موجباتي يلي بتتناولها بكرة أن أتعاطى مع كل المراجع القضائية والأمنية وكل. بس على أي أساس هن موقفين بإشارة قضائية وهن ما كانوا عم يعملوا شيء؟ أنا موافقكم. هن ما كانوا عم يعملوا شيء، الزهران كانوا عم يتفرجوا عليهم. شو يا مازن ما كلنا روقة؟ ما بتفتحوا، ما بتفتحوا له طريق بلبنان. هلا كان عندهم رشاد لما يطلع الشباب. وين وين مش حنقول من هون لما يطلع الشباب؟ ما رح يطلعوا، ليلي ما رح يطلعوا. يا لو سمحتوا. سؤال سمع شباب. رؤية ليلي رح يطلعوا. لازم يطلعوا في تنكل لحالي حطونا. ايه رح يطلعوا ولا؟ هي استاذ بالليل يعني الليلة، بالليل يعني الليلة، بالليل يعني الليلة، بالليل يعني الليلة. بعد اذنكم رح نقولها بكل بساطة، مدعي عام التمييز اللي عاطى الإشارة بالتوفيق بالتوقيف ما رد علينا. مين من رح يطلعوا؟ بكل بساطة جواب واحد بإيه أو لا، وبالتالي رح يطلعوا. اسمحوا لي ما عم بقول لكم، خليكم هيدا اليوم حقنا انه نكون عم نتظاهر وعم نطالب. ايه رح يطلعوا ليلي، رح يطلعوا ليلي. ما بنعرف، خلص ما بنعرف. ما بنعرف، رد على التليفون، حبسونا. هلا
اللي حطوه الله. مدى على التلفزيون. استنى ويدين ما عم يرد على التلفون. هاي حجة. هاي حجة بنعتنع فيها نحن. زعلي زعلي شوي زعلي. خليجي خليجي كمشونا هلا كله يا حي. شلون الخرا يا زلمه. عن جد بدك اياها تركب براسنا انه مدى العام ما عم يرد. عن جد. لا. منين؟ خلي بدي كمشونا هلا خليجي كمشونا هلا رح نفل مقرر انه يعطي امر بده يقف الشباب وبعدين ما يرد بنروح على بيته عبيت عويدات يلا عم بيقولوا بيت ربع رايتي خلينا نجيب العنوان ونتصرف مزبوط بيت ربع رايتي ما تقسم الحريري بيت ما عم يرون على التليفون مش ذنب 12 واحد يوم الحد شو عملوا خلينا نروح على رايتي هلا بنعلنا على الامام بيته حد ما شاي وزان ما يروح كلنا وديك فضل السلام عليكم.